بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم متابعينا في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج مصر الآن. طبعا قبل ما نبدأ نتكلم عن البرنامج وحلقة النهاردة وموضوعها، طبعا بنقول ألف سلامة لمقدم البرنامج الأستاذ محمد ناجي، وإن شاء الله ربنا يقومه بالسلامة ويكون معاكم إن شاء الله الحلقة الجاية. بالإضافة بوجه التعزية لأهل الأستاذ خالد الناقر المدير المالي بقناة الصحة والجمال، ربنا سبحانه وتعالى يتغمده بواسع رحمته. وبنقول أيضا البقاء لله للأستاذ محمد رفعت عبادة الصوامعي، ربنا يرحمه ويسكنهم جميعا فسيح جناته. طبعا برنامجنا زي ما احنا عارفين متنوع وهادف، ويناقش الكثير من القضايا التي تخص الشارع المصري. النهاردة يتجدد اللقاء مع الأستاذ المحامي الدكتور محمد حلمي، المحامي بالنقد والإدارية والدستورية العليا. طب بنرحب بيه ونقول له أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك، البقاء لله في الأعزاء اللي فقدناهم، ربنا يسكنهم فسيح جناته ويلهم أهله وزوية الصبر والسلوان، وألف سلامة وبالشفاء العاجل للزميل والصديق الأستاذ محمد ناجي، ربنا يتم شفاءه يا رب، والحلقة الجاية يكون معانا بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله. تحت أنت أمرك، نورتنا يا رب. ربنا يخليك يا باشا. حبيبي يا دكتور. طبعا النهاردة مشاهدينا هنتكلم عن الشيك اللي هو بدون رصيد، وأيضا إيصالات الأمانة التي توقع أيضا بدون برضو اللي هو التوقيع على بياض، يعني الشيك على بياض أو إيصال الأمانة على بياض، علشان طبعا نعرف مشاهدينا ومتابعينا إزاي يكونوا حريصين في حالة التوقيع على هذه الشيكات أو في حالة التوقيع على إيصالات الأمانة، علشان نقدر برضو نوصل معاهم لإجابات في أسئلتهم، وهننتظر كل اتصالاتهم عبر الحلقة إن شاء الله. وطبعا بنبدأ سؤال الدكتور محمد حلمي. الأول طبعا تعرفنا بنفسك حضرتك. أنا الدكتور محمد حلمي عبد الله، محامي بالنقد والدستورية العليا، حاصل على الدكتوراه في القانون الجنائي جامعة القاهرة، وبمارس العمل القانوني والمحاماة لأكثر من 25 سنة، والحمد لله شاركنا في قضايا كتير ورفعنا قضايا كتير، ويمكن كان ليا الشرف اللي هي القضايا الدستورية اللي هي بعدم دستورية قانون الإيجار بالنسبة للأشخاص الاعتبارية أو الأشخاص العامة. ده احنا اللي كنا، يعني كان ليا الشرف ان انا اللي كنت عامل الطعن بالنقض ده بالدستوريه ده، والحمد لله اللي فصلت قضى فيه بعدم دستوريه النص. ويمكن ده يجي لنا موضوع تاني ان شاء الله، حلقه موضوعها جديد ان شاء الله، نتكلم عن قانون الايجارات القديم واللي موجود واللي اتلغى، والقانون الايجار القديم والقانون الايجار الجديد ان شاء الله في حلقه تانيه باذن الله. ان شاء الله. في البدايه حابب اسالك، عايزين نعرف ايه الفرق بين الشيك وما هو برضو الفرق بينه وما بين إيصال الأمانة، والفرق بينهم. بداية فعلا أشكر حضرتك على الموضوع الهام، موضوع الشيك والإيصال الأمانة، وده موضوع بيمس الشارع وليه احتكاك بناس كتير وفي التعاملات وفي الحياة، فإن احنا نتكلم في الموضوع ده ونلقي الضوء على التفرقة بينهم وإيه مشاكل وإيه العيوب وإيه اللي يبوظ الشيك وإيه اللي يبوظ إيصال الأمانة وهو أسلم في التعامل، أعتقد ده موضوع حلقة يهم الناس كلها. بداية إن في فرق بين إيصال الأمانة وفي فرق بين الشيك. تمام. الشيك دلوقتي بينظموا المادة 534 في قانون التجارة كشيك. تمام. إيصال الأمانة لازال بيحكموا المادة 341 بقانون العقوبات. تمام. إيصال الأمانة ده ورقة عرفية. اوكي. وبرضك الشيك ورقة عرفية برضك. اوكي. واخد بال حضرتك؟ إيصال الأمانة علاقة بين فردين أو بين ثلاثة، اللي هو اللي احنا بنسميه طرف اللي كاتب الإيصال اللي المفروض استلم المبلغ، والشخص اللي سلمه المبلغ، والشخص الثالث اللي هيتم تسليم المبلغ ده. ويمكن في ناس كتير ما عندهاش المعلومة دي، ان بيقول لك فاكر ان الإيصال الأمانة لازم يبقى ليه ثلاث أطراف، لا يكفي كل طرفين، طرف واحد، طرفين. واحد استلم والشخص اللي هو اللي ماضى على الايصال والمستفيد في الايصال، يجوز ويصح.
في جرى العرف على انه تلات اشخاص، اللي هو الشخص اللي خد الفلوس والشخص اللي دفع الفلوس والشخص اللي هيستلم اللي هتروح له الفلوس. ده صحيح وده صحيح. تمام. ايصال امانه جنحه، الشيك جنحه، عقوبه ده الحبس وعقوبه ده الحبس. ولكن بدايه كده عشان قبل ونذكر الناس، اذا كان امكن ما تاخدش في تعاملاتك الا شيك، ده الافضل ليك. تمام. ايصال الامانه مشاكله كتير، ممكن نعرف جزء بسيط عن بعض المشاكل. هنتكلم اول عشان الشيك موضوع اكتر وكلامه اكتر، اول نتكلم على ايصال الامانه. تمام. ايصال الامانه ورقه عرفيه زي ما قلنا، عقوبتها الحبس والجنحه، بس بيصور في ايصال الامانه بصرف النظر على ان التوقيع مزور او مش مزور، ده يمشي مع الشيك وبيمشي مع ايصال الامانه، يعني التزوير واحد في الاثنين. تمام. ولكن في ايصال الامانه الدفوع اللي احنا بنقولها الدفوع والمطاعن على ايصال الامانه اكتر، ان هو اذا انتفى ركن التسليم في ايصال الامانه يبطل الايصال وياخد براءه. يعني الشخص بكاتب ان انا سلمت واحد مبلغ 100,000 جنيه على سبيل الامان، رفع قضيه. وده اللي بيتم، وفي الغالب بيبقى في السلع بالتقسيط واللي بيشتروا بالتقسيط وكده، اغلب الناس وبالذات اهالينا اللي في الاقاليم ما بيبقاش معاه دفتر شيكات، فبيكتب ايصال امانه لصاحب المعرض مثلا. صاحب المعرض بيبقى في الغالب بياخد ايصال الامانه على بياض. طيب، طب هل ده جائز قانونا؟ يجوز قانونا ان انت تدي ايصال امانه على بياض، صحيح. طيب. القانون قال في الحته دي ومحكمه ان ده تفويض، ان الشخص اللي كاتب الايصال زي حضرتك انا مضيت لسيادتك على ايصال على بياض. المفروض انا فوضتك ان انت تملى بنات الايصال، بس في حدود المبلغ اللي متفق عليه بيننا. يعني انا ما اديه لك مستلم منك 10,000 جنيه يبقى تكتب الايصال الامانه ب 10,000 جنيه. طب لو انا ما استلمت من سيادتك 10,000 جنيه ورحت انت جاي كاتب الايصال الامانه ب 20,000 جنيه وب 30,000 جنيه، وده اللي بيحصل غالبا عشان يجبر الراجل على انه يجي، بتبقى مثلا ايصال الامانه قيمته 1000 قسط 1500 جنيه ولا 2000 جنيه، تروح لاقيه كاتبه ب 70,000 جنيه او ب 60,000 جنيه. مش حقيقي. هذا الشخص اللي مال الايصالات على غير الاتفاق خان الامانه. ده نمره واحد. لكن القانون لا يعترف بهؤلاء او ولي الورق اللي قدامه. لا، القانون بيعترف لو انا قدرت اثبت. اثبات في حاله ما هو ولي الورق يعني. لو انا قدرت اثبت عكس ذلك يبقى خلاص. بالظبط. فاول مطعن ان هو اذا تم ملء الايصال بمبلغ مغاير عن المبلغ الحقيقي. ضمن نمره واحد. اللي بيمشي هنا في ايصال امانه فعلا نفس الكلام برضو في الشيك. لو انا سلمتك شيك على بياض واتفقنا ان انت تحط فيه مثلا 10,000 جنيه وجيت كتبت فيه 20,000 جنيه، هذا يعد خيانه امانه. خيانه امانه. واخد بال حضرتك؟ ففي ايصال امانه دي ده مطعن. المطعن الثاني والمطعن الجوهري واللي الناس كتيره كلها ده اللي بيبوظ ايصال الامانه، اسمه ركن التسليم. اللي هو زي ما احنا لسه بنتكلم في الصاط اللي هي عربيه صاط عفش اللي بيتم بتروح تجهز بنتها وتشتري العفش والحاجات دي وتكتب ايصالات امانه لصاحب المعرض. صاحب المعرض بيجي يرفع ايصال امانه، محامي مذاكر يجي قدام المحكمه ويقول ندفع بانتفاء ركن التسليم ونطلب احاله الدعوه للتحقيق لتثبت المتهمه ان ركن التسليم قد انتفى وان هذا الايصال قد سلم على بياض او بمقابل بضائع بالتقسيط. تمام. وبتجيب 2 شهود اللي بيروح للمحكمه، القاضي بيحلفهم اليمين، ده اسمه القاضي النفسي. هو بيحاول ينتقل الى حاجه تبطل يحقق هذا الدفع. اذا ثبت لي ان هذا الايصال لان المفروض ايصال الامانه ده انا سلمتك الفلوس، استلمت انا مبلغ حضرتك محمد حلمي، استلم صيغته، استلمت انا محمد حلمي مبلغ وقدره 10,000 جنيه من الاستاذ خلف. تمام. واخد بال سيادتك؟ لو انا اثبتت للمحكمه ان انا ما استلفتش من الاستاذ خلف 10,000 جنيه واثبت ان الايصال الامانه ده كان على بياض او كان مقابل اقساط او مبالغ او اي ضمان او اقساط شقه او اقساط عربيه او كذا، بطل الايصال ويحكم بالبراءه. وهتقول طب الراجل، اقول لك ضحى ويجي كمان اكمل لك بقى زي ما بيقولوا نزيدك من البيت من الشعر او من القصيده بيتا اخر. تيجي في الدعوه المدنيه اللي انت طالب بها بقيمه الايصال. المحكمه المدنيه عشان الحكم الجنائي ليه حجيته قدام القضاء المدني، المحكمه المدنيه هتدي رفض
الدعوه، لان انت واخد براءه في الدعوه الجنائيه اللي هي ليها حجيه امام القاضي المدني. ده ايصال الامانه محفوف بالمخاطر، ما ننصحش للتعامل به ايصال الامانه. جميل. نيجي للشيك. الشيك يعني قبل حضرتك ما تجاوب عايزين نعرف الاول انواع الشيكات عشان نظبط عندها خلفيه. تحت امرك. نيجي للشيك. الشيك زمان كان في حاجه اسمها الشيك الورقي او الشيك المكتبي او الخطي. تمام. اللي كان بنروح زي برضو ايصال امانه يجيب دفتر شيكات من المكتبه ويكتب الشيك وده اسمه شيك. اوكي. ده اتلغى قولا واحدا، خلاص ما عادش معمول بيه. يعني لو حد معاه دفتر شيكات مملي ب 10 مليون جنيه دلوقتي زي قلته ولا يقدر يطالب بيه. تمام. يبقى كده احنا برضو معلومه جميله جدا للناس علشان ما يقعوش في ايه، في هذه انه ياخد شيك من واحد يقول له او كده. فدلوقتي اصبحا قولا واحدا، لما القانون صدر، القانون صدر 99 اللي الغى الشيك الورقي وادى فترات انتقاليه للناس اللي معاها شيكات ورقيه تقدمها وتثبت تاريخها. القول الاخر ان ما عادش خلاص موجود في المحاكم شيك ورقي قولا واحدا، يعني ما عادش اللي هو الشيك المكتبي اللي احنا بنقول عليه الشيك الورقي ما عادش موجود. طيب الشيك عشان بدايه يقوم مقام النقود، عشان الناس تفهم ويعني ايه شيك، المفروض انا زي ما جيت اشتريت من سيادتك هديك فلوس. أوكي. او هديك ليك فلوس، هديك فلوس، مش عايز اشيل فلوس وانا ماشي مبلغ الدنيا مسافر او 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 كده، فخايف ان انا اشيل فلوس فبديك شيك. تمام. فالشيك اصبح في القانون مقابل الفلوس، يعني كأن انا بسلمك فلوس. تمام. عشان تبقى الامور واضحه. واضحه. تمام. الشيك دلوقتي زيه زي الفلوس، زي ما الفلوس ورق الشيك ورقه. فالشيك يقوم مقام الفلوس الاول دلوقتي. تمام. نمره اتنين، الشيك لازم ليه شروط معينه. اول حاجه يكون صادر من البنك. تمام. ما عادش ينفع نجيب شيك مكتبي او انا اجي على الكمبيوتر واصمم شيك. لازم يكون ليه حساب بنكي وبناء عليه بيصدر البنك دفتر الشيكات. بالظبط كده. تمام. ده اللي احنا هنكمل. ان انت لازم سيادتك تكون ليك حساب بنكي باسم سيادتك، والبنك ليه شروط في فتح الحساب، يكون حساب جاري ومر عليه كذا. وبعد كده يديك دفتر شيكات. تمام. دفتر الشيكات ده، الشيك ده ليه بيانات بقى مكتوبه، لازم يكون فوق كلمه شيك مكتوبه فيه كلمه شيك. تمام. دي نمرة واحد. على مطبوعات البنك. نمرة ثلاثة، لازم يكون البنك بنك عامل في مصر. يعني أنا ما أجيبش لسيادتك شيك أنا سحبه من بنك ليا بره في الهند في أمريكا، دفتر شيكات بره، وأجي أمليه لسيادتك وأديهولك. لازم يكون البنك بنك عامل، مش لازم يبقى بنك وطني. يعني البنوك الوطنية، في عندنا احنا بنوك وطنية وبنوك استثمارية. مش لازم يبقى وطني، بس يكون البنك موجود في مصر تحت رقابة البنك المركزي. تمام. يتكتب بلغة ايه؟ مش شرط تكتبه بالعربي، تكتبه بالانجليزي مش فارق. تمام. تكتبه بحبر احمر، تكتبه بحبر ازرق، تكتبه بحبر اسود، ما يفرقش. لكن يشترط تكون الكتابة مثلا بنفس صاحب الحساب، يعني بنفس، لا يعني ممكن بخطه مثلا. مش شرط. مش شرط يبقى بخط صاحب الشيك اللي صدر الحساب باسمه. يتكتب مكتوب زي ما قلنا شيك صادر على مطبوعات البنك، يعني صادر من دفتر من البنك، دفتر الشيكات او الشيك نفسه صادر من البنك. ما يشترطش مكتوب بانهي حبر. لازم يكون في الشيك مكتوب فيه لامر. تمام. لو مشطوب لو على مش مستوفي. طب لو مستوفي البيانات، ما انا اكمل لحضرتك عشان كل حته ليها رد. تمام. لازم يكون في ادفعه لامر. تمام. لان انا لو جيت على كلمه لامر وشطبتها لا حكم تاني. هل يبطل الشيك ده؟ لا لا يبطله. بس انا كاتب شيك لسيادتك لامر لاستاذ خلف. تمام. يبقى الشيك ده ما يصفوش غير الاستاذ خلف. تمام. لو انا جيت شطبت لامر. أوكي. ما يشطبوش، ما يصرفوش مين؟ يعني الاستاذ خلف ما ينفعش يظهر. طب هو بيقول لك لاي قشط او تعديل. لا ده حاجه ثانيه. لا كلمه لامر بس. الامر تبقى يعني يعمل على خط مايل كده. يبقى كده قفل يعني عليك. ده لا يبطل الشيك. لا يبطل الشيك، ولكن قافل عليك الشيك. قافله ان ما ينفعش يصرفه غير الاستاذ خلف. الاستاذ خلف ما يعرفش يظهره. الخط اللي احنا بنقول يبطل الشيك اللي انت لو تاخده كروس او سهم كده اكس على كل يعني الشيك خالص. او تيجي على التوقيع وتروح شاطب عليه كده انت ابطلت الشيك. لكن احنا بنتكلم الاضافات لها حدود.
على كلمه الامر فقط. تمام كويس. تمام. المفروض الشيك ليه تاريخ، تاريخ واحد. لو انت حطيت في الشيك تاريخين يبطل الشيك. لو مفتوح ما انا ناخد اهل نرد عليها دلوقتي. طيب ماشي، مش هستعجل تنفيذك. بالظبط. بالظبط. يبقى لازم في الشيك يكون تاريخ واحد. اللي هو تاريخ الاستحقاق. تمام. طب هتيجي تقول لي يا محمد النهارده 2 يناير 21 انا كاتب لك الشيك 2 يناير 22، اقدر بكره اروح البنك يصرفه؟ اقول لك تقدر تروح بكره حتى بعد تاريخه، لسه بعد سنه بعد تاريخ الاستحقاق المدون على الشيك. لا لكن قبل تاريخ الاستحقاق. لا انا حاطط في التاريخ النهارده، انا اديتك شيك النهارده 2 يناير 21 وحاطط فيه تاريخ استحقاقه 2 يناير 22. تمام. تقدر بكره 3 يناير 21 تصرف الشيك. طيب لو بعديها باسبوع او 10 ايام ماشي، لكن اقصد ما تنتظرش التاريخ اللي محطوط فيه السنه. المفروض ده كده على حسب التاريخ اللي فيه لا يصرف الا بعد سنه. امتى يلتزم انا كواحد معايا شيك بالتاريخ اللي موجود فيه؟ امتى بقى؟ ايوه ده حاجه اسمها التسطير، هنيجي لها دلوقتي. فاللي انا اقصد الشيك مكتوب في تاريخ، لان احنا قلنا في الاول الشيك مقام ايه؟ النقود. يقوم مقام النقود. لو انا لسه حاطط تاريخ في الشيك لسه مؤجل بعد 6 شهور، من حق اللي معاه الشيك يروح يصرفه بكره، الا في حاله واحده يلتزم بهذا التاريخ، اذا تم تسطير حاجه اسمها تسطير الشيك، وهنيجي ليها بعد كده. فيبقى كلمه الامر اذا كانت مشطوبه لها مدلول. لازم يكون الشيك موقع من صاحب الحساب. تمام. موقع. اوكي. مش شرط يكون يتم ملء صلب الشيك من صاحب الحساب. تمام. يعني انا سيادتك اديتك شيك من حسابي. ممكن انا اعبيه او ممكن اي حد يعبيه، موظف البنك انت مثلا. انت تملا تملى البيانات وتحط اسم المستفيد وتحط المبلغ اللي انت فيه. المهم انا مش يعني الشيك صحيح طالما موقع من صاحب الحساب. موقع. موقع ايه؟ مش شرط التوقع ملهاش شكل معين، اما فيرما او بالاسم ثلاثي او بالختم، الختم اللي بنعمله عند الراجل اللي هم الاميين اللي هو الختم الحديد اللي بتعمل ممكن. واخد بال حضرتك؟ او ببصمه الايد. تمام. اللي هو المفروض انت عشان تروح تاخد دفتر شيكات بيكون لك حساب. صحيح. في البنك. وبيكون وانت بتفتح الحساب بياخد توقعات، لوحه التوقعات بتاعتك في البنك. تمام. يقول لك انت على الحساب ده هتتعامل بايه ايه، بيختار لك توقيع انت تمشي فيه للحساب ده. تختار اسمك ثلاثي، في ناس بتختار اسمها عادي. في واحد بيعمل فيرما معين، في واحد لا انا ببصمه الصباع بتاعت ايدي، في واحد هجيب ختم اختم بيه. يجوز ده كله صحيح. تمام. طيب. كل ده صح. في مشكله بتواجه الناس كتير جدا وهو الشيك اللي هو بدون رصيد، هل يحتاج الى اعتماد بنكي ولا لا؟ طب حاجه لسيادتك في الحته، الشيك بدون رصيد، انا جيت معايا شيك رحت قدمته للبنك. تمام. البنك بيرد عليا بحل من 2، يا يعني اما او حل حاجه من 3. اول حاجه لا في رصيد ويصرف الشيك. اتفضل يا دكتور. ف وقعت بصمه ايا ما كان التوقيع، فانا قدمت للشيك للبنك. قدام البنك يا اما يقول لي في رصيد وتفضل اصرف، وده المفروض الطبيعي ان يصرف لي قيمه الشيك. الرد الثاني عدم وجود رصيد او عدم كفايه الرصيد. تمام. في ممكن حاجتين، ان الرصيد ناقص، يعني مثلا انا معايا شيك ب 10,000 جنيه رحت لقيت في البنك 5,000 جنيه. في البنك في الحاله دي انا بنصحك اصرف ال 5,000 جنيه وادي وخد شهاده من البنك ان انت صرفت الشيك ب 10,000 جنيه، صرفت منه 5,000 جنيه. كده الجريمه قائمه. تمام. القانون بينص عليها عدم كفايه الرصيد زي وزي عدم وجود رصيد. عدم وجود اي بس رصيد. النصيحه خد اللي موجود. ما انت خد اللي موجود. صح. وارجع بالباقي. لكن كده الجريمه قائمه وزيها زي عدم وجود رصيد. تمام. الرد الثالث ان هو التوقيع غير مطابق. تمام. التوقيع غير مطابق. غير مطابق. برضو ده يقوم مقام عدم وجود رصيد زيه زي عدم وجود رصيد. ان التوقيع مطابق او عدم صحه التوقيع تقوم بجريمه اصدار. وده اللي بيحصل مثلا واحد يجي يغير التوقيع بتاعه زيه زي ما بيدي امر للبنك بعدم صرف الشيك. وده طبعا متعلق بالقانون الجنائي ولا ما خلاص قانون يعاقب.
يعاقب كانه زيه زي ما فيش رصيد او عدم كفايه الرصيد او التوقيع غير مطابق، الثلاثه حكم واحد. او تمام. يدي امر للبنك بعدم صرف الشيك، الشيك ليه رصيد موجود تمام. بس يدي امر للبنك بعدم صرف الشيك تكون بيه جريمه. القانون قال ادى التوقيع مش مظبوط او مختلف تمام. الرصيد ناقص او ادى امر بعدم الصرف تكون بيه جريمه اصدار شيك بدون رصيد تمام. طب دلوقتي اللي بيحصل ايه؟ ان انا بقدم الشيك للبنك، البنك بيرد عليا بحاجه اسمها الافاده دي اللي انا باخدها، بطلع على اني على الاسم بعمل محضر عدم محضر عدم صرف شيك، ودي بتحلها للنيابه، والنيابه اوتوماتيك بتحلها للمحكمه وبيصدر فيها عقوبه. العقوبه هنا عندنا الحبس القانون الحبس والغرامه، وده الجديد في القانون الشيك، الحبس والغرامه او الحبس او الغرامه، يعني يملك القاضي حق ممكن يصدر عقوبه بالغرامه في جريمه اصدار الشيك. تمام تمام. طيب هل يسري ذلك على توقيع ايصال الامانه نفس الشيء برضو يكون ايصال الامانه على بياض؟ ايصال الامانه زيه زي الشيك، ان انا بقول زي ما احنا قلنا تفويض. تمام. ولكن في ايصال الشيك انت في لوحه توقيعات بيتم المقارنه بها في البنك. تمام. في الشيك. اما ايصال الامانه ما بيتمش فيه مقارنه. ولكن بيتم ازاي؟ ان انا رفعت واحد رفع عليا ايصال امانه. تمام. بروح اطعن، لو ايصال الامانه غير صادر مني بطعن عليه بالتزوير. المحكمه بتحيل التزوير للطب الشرعي. تمام. الطب الشرعي بيكون باستكتاب الشخص اللي هو منسوب اليه ايصال الامانه ده. بالحقيقه يعني هم شطار في الحته دي، بيستكتبوه على 3 4 5 صفحات وهو واقف وهو قاعد. تمام. والاسم ثلاثي وهو بكل الاوضاع، فبالتالي بيقارن التوقيع اللي على ايصال امانه مع نموذج الاستكتاب اللي هو الخاص ب الخاص باللي بتاع اللي على ايصال امانه. اذا كان التوقيع فيه مختلف او مزور بيطعن عليه بالتزوير. فاصل نفصل التليفون. اتفضل. ماشي. نطلع فاصل اعلاني، نطلع فاصل اعلاني ونرجع ليكم ان شاء الله. ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل متابعينا، ونكمل حديثنا حول الشيكات وإيصالات الأمانة مع الدكتور محمد حلمي المحامي بالنقد والإدارية والدستورية العليا. ونكمل مع حضرتك السؤال، ما هو رأي القانون أو رأيك القانوني في حد وقع شيك على بياض أو إيصال أمانة على بياض بجانب برضو شيك بالبيانات، رأي حضرتك القانوني؟ طيب التوقيع على البياض وإعطاء يعني هم اجتمعوا الاثنين مع بعض، خلوه وقع إيصال أمانة أو شيك برصيد بمبلغ وشيك على بياض. تمام. ده بيحصل، السؤال حضرتك بيحصل اللي هو في الاقساط والحاجات دي فعلا ان هو بيديله شيكات او ايصال امانه بمبلغ محدد، وفي اللي هو بيقولوا عليه ايصال اخر المده او الشيك اخر المده اللي هو بيبقى على بياض عشان مجمع بكل الاقساط كده، يعني كانه بيبقى واخد ضمان لحقه مرتين. شيك كل طب وده قانوني اصلا؟ لا مش قانوني. مش قانوني. هل القانون يعاقب يعني على ذلك ولا؟ لا مفيش عقاب. هو ده هو اللي مضى. لا يعني مثلا هنيجي نقول الاقساط عليه 10 اقساط، كل قسط ب 2000 جنيه، يجي يروح كاتب 10 ايصالات امانه كل قسط ب 2000 جنيه ويفقطه له ب 2000 جنيه، ويجي يسيب له واحد على بياض ممضى على بياض ويقول لك ده المجمع. لا طبعا ده مش مظبوط، وده بننصح محدش يعمل كده. يعني خدها قاعدة، ويا ريت إخواننا المستمعين سواء في شيك أو في إيصال أمانة لازم تملأ بيانات الشيك أو الإيصال أمانة قدام عينك، وإذا أمكن تبقى بخط إيدك أحسن، وفقط الشيك وحط فيه المبالغ وما تسيبوش على بياض، لأن الواقع العملي أثبت إن يعني ربنا يرحم الجميع إلا من رحم ربي، بيخالف الاتفاق وبيملأ سواء الشيك أو إيصال الأمانة بمبلغ مخالف تماما ومغاير للواقع. ويمكن كان عندي في المكتب
قريب قضيه بشيك، واحده كان مديها واحد شيك ب 1300 جنيه ومضته له وكتبت وسابته له على بياض، بس ما الا كتبت 1300 بالارقام، ودي حاجه لحد تقدر هو راح جاي معدل فيه وكتبه ب 830 الف جنيه. يا. من 1300 جنيه لخلاها 830 الف جنيه. وللاسف انا كمحامي دوري محدود قوي في الحته دي، لان ده شيك، احنا هنيجي نتكلم على الشيك وليه صعوبه الشيك والشيك. فنصيحه، الشيك اي شيك او ايصال امانه او اي متنقلات او اي ورقه بتمضيها او عقد بيع، بننصح اقرا كويس قوي اللي انت هتمضي عليه وامضي على اللي انت موافق عليه فقط، ما تسيبش وما تفوتش. اصل الثقه، اصل احنا اخوات، اصل احنا حبايب، اصل احنا شركة، اصل احنا زوج وزوجه. للاسف الحياه بثبات القلوب ده بيد الله، والحياة بتتغير والمشاكل بتتغير، فبيتم تغيير الحقيقة تماما في هذا الموضوع. تمام. فالشيك لازم حضرتك تبقى كاتب فيه، لكن طب أنا كتبته على بياض، القانون بيقول صحيح. تمام. إن أنا فوضت الشخص اللي أنا اديته الشيك أو الإيصال الأمانة إن هو يملأ البيانات. ويملأ البيانات اللي هو كذا. بالنسبة للشيك زي ما احنا قلنا، بس بسرعة أرجع، لازم يكون له تاريخ واحد. لو الشيك في تاريخين يبطل الشيك ويحوله لكمبيالة. وجود تاريخين في الشيك يبطل الشيك ويحوله لإيصال أمانة. طيب، في حالة كان هناك تعاقد ما بين الموقع الشيك والمستفيد، إن في عقد بينهم مدني، يعني مثلا شراكة. تمام. إيه رأي حضرتك؟ دي سؤال وجيه جدا. في كان زمان حاجة اسمها شيكات ضمان. شيك ضمان. ضمان. وأنا لو أنت تتذكر في أول حلقة قلنا خلاص الشيك بقى فلوس، يكون مقام الفلوس. فقولا واحدا كده ومحدش يقول لك أصل وأصل وفصل، ما عادش في حاجة اسمها شيك ضمان. أنا معايا دلوقتي خدت من لا الأستاذ. هو الشيك نفسه وقع الشيك ومع مثلا عقد، مثلا عقد محل توريد. انا كتبت لك شيك ضمان ان انا هورد لك بضاعه، واخد بال حضرتك، وضمان للتوريد، واديتك تامين، ما وردتش البضاعه وثابت رقم الشيك وفي العقد وتاريخه وبنك ومبلغه، ان ده يقوم ده ضمان عشان توريد البضاعه، واذا لم يتم توريد، انا بقول لك اهو عبارات واضحه، واذا لم يتم توريد البضاعه يكون هذا الشيك لغى ولا يعتد به ولا يؤثر. تمام. ولا يحتج به، هتتحبس هتتحبس. حتى لو مثبوت في عقد، حتى لو الشيك ما عادش زي ما احنا كده بنقول في القانون، مش مرتبط بسببه، بل بالعكس هقول لحضرتك أو اصعب من كده. انا باللعب بعض قمار وخسرت من سيادتك وكتبت لك شيك بالدين، المفروض دي عمليه غير مشروعه. ايوه، غير مشروعه قانونا. تمام. واخد بال حضرتك، كتبت لك شيك بسبب لا خساره في القمار، القانون ملوش دعوه، ده شيك لازم يستحق الدفع، ويعاقب يدفع يا يدفع يا يتحبس. حتى لو الشيك ما بقاش مرتبط بسببه، حتى لو كان نتيجه علاقه غير شرعيه، غير مرتبط بسببه، فده اللي احنا عايزين ننبه عليه، ان الشيك اصبح مش مرتبط. لكن نرجع للحته اللي سيادتك قلتها، في حاله ان انا عندي تعاقد، انا واخده مثلا منك محل ايجار ولا حاجه، وكاتب لك 10 شيكات اقساط، كل شيك مثلا هنقول ب 100000 جنيه. تمام. واخد بال معاك، كاتب لك اهو 10 شيكات، كل شيك ب 100000 جنيه، يعني بمليون جنيه. كل شيك له مبلغ، هنقول شيك ب 100 عشان نسهلها ونصعبها كمان، شيك ب 100 وشيك ب 50، ده شيك له رقم، كل شيك في دفتر الشيكات لسيريال نمبر ليه رقم مسلسل وليه تاريخ استحقاق معين، يعني هنقول شيك ب 100000 جنيه استحقاقه 1/6/2021، شيك تاني ب 100000 جنيه برقم مختلف استحقاقه 1/9/21، شيك تالت استحقاق رقم برقم مختلف بمبلغ مختلف استحقاق 1/12. جيت انا وننبه على الحته دي لانها في ناس كتير ما تاخدش بالها والواقع العام اثبتها، جيت انا تصالحت او تخلصت في شيك منهم، تخلصت في احد الشيكات، بوظت عليك الشيكات الباقيه، لو جيت ما دفعتش الشيكات الباقيه ورفعت قضيه اقول لك سبقة فصل، سواء بالسداد
انقضاء الدعوه الجنائيه سابقه الفصل فيها سواء بالسداد او خدت فيها حكم او خدت فيها اتصالحت معاك. ليه؟ القانون بيقول ده حاجه مرتبطه، انا حررت لك الاصالات الامانه الشيكات دي لوقعه واحده وهي اقساط العمليه مثلا اللي انا اشتريت منك الشقه في دي. دي عمليه حتى لو كان في اختلاف في رقم الشيك لو في اختلاف في رقم الشيك واختلاف في تاريخ استحقاق في استحقاق دي عمليه واحده في في القانون اسمها الماده 32 للارتباط ان هذه الجريمه نشات من عمليه واحده. فاذا تم انهاء اي واحد منهم شيك واحد سواء بانقضاء المده او سواء بالسداد او سواء بتنفيذ العقوبه نفسها حتى الباقيين ياخدوا سبقه فصل. النقطه دي انهم نوضح فيها هذا الموضوع. طيب مشكلة الشيك بدون رصيد زي ما قلنا قبل كده هل تحتاج إلى اعتماد بنكي؟ وحضرتك أنت إيه جاوبت عليه؟ الإفادة، لازم أجيب إفادة من البنك. طيب حضرتك خدتني في حتة كويسة أوي فكرت نتكلم فيها. طيب ناخد اتصال تليفون أستاذ محمد. ألو السلام عليكم. سلام عليكم وبركاته، اتفضل. ممكن أسأل سؤال؟ اتفضل. أقمت دعوة بإيصال أمانة. تمام. الطب الشرعي قال إن الخط مش خطهم. خط الصلب ولا التوقيع؟ الصلب ولا التوقيع؟ لا ما رضيش يورونا كده، خلاص خدوا براءة. فاتقلبت ضدي. تمام. خدت فيها حكم. بلاغ كاذب. خدت من نعم يا فندم. خدت حكم بلاغ كاذب. لا بيقول لك بتزوير ان انا قدمت اصاله تزوير المحكمة وزوروا. تمام. فعملوا لي توكيل لمحامي عندي بالتصالح والتنازل. تمام. الكلام ده يجوز ولا يجوز؟ يجوز يجوز. تمام. يجوز. بشكر حضرتك يا محمد، بس هكمل لحضرتك، يا اما التوكيل في كلمه الصلح الاقرار او الصلح او توكيل خاص برقم القضيه. توكيل خاص برقم القضيه الصلح؟ لا ده صحيح يجوز. طب المحامي القاضي يديني براءه ولا اكف؟ يديك انقضاء دعوى جنائيه بالتصالح. يبقى كده معليش حاجة؟ لا معليكش حاجة، انقضاء دعوة زي البراءة. أنا متشكر يا فندم. لا شكرا لأستاذ محمد، بنشكرك يا دكتور. طيب بننتقل لسؤال آخر، كيفية تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الخاص بالشيك؟ ما هي ده كلام حلو، أنا خدت حكم بشيك. وليكن بالحبس. تمام. سنة سنتين ثلاثة زي الحكم. المفروض وجوبي على المباحث، الحكم ده بيتبلغ لمباحث في الاسم اللي تابع ليه اللي فيه المحكمه اللي اصدرت الحكم. تمام. وبياخد حاجه اسمها رقم حصر وكده. القانون بيطالب المباحث او الشرطه بعد مرور مواعيد الاستئناف اللي هي 10 ايام ان كده ينزل تنفيذ الحكم، سواء كان الحكم حضوري او غيابي. تمام. إذا كان غيابي بيروح برضو يطالبوه بالتنفيذ، يجيبوه تعالى لتنفيذ الحكم ده، وبيروح يعمل حاجة اسمها معارضة إذا كان الحكم غيابي، ويتحدد جلسة لنظر موضوع مرة تانية. تمام. نظر الموضوع بقى هو وشأنه بقى قدام المحكمة، يطعن بالتزوير، يطلب أجل للسداد حسب نوع القضية أو حسب نوع طلباته في القضية أو كل حاجة أو الشيك مسروق منه. تمام. ولو ان في حاجات صعوبه يعني القانون بيسمح بيها ان انا اطلب البراءه لان الشيك ده مسروق مني، بس تمام. اذا قدرت اثبت ان فعلا هذا الشيك مسروق، فالشيك في الحته دي كمان عليا شيك وسددت قيمه الشيك يبقى لازم استلم الشيك. تمام. اخده في ايدي. تمام. او اخد مخالصه بالشيك. تمام. يرد عليك ويقول لك اصل الشيك اتغسل. وده حاجات بتقابلنا في الحياه العمليه. طب ايه العمل هنا ننصح الساده المشاهدين بيه؟ الشيك اتغسل، لا الشيك اصله عند المحامي وهسحبه لك، الشيك في المحكمه وهجيبه لك. يبقى ياخد زي ما اخونا كده اتكلم، يا اما اخد استلم الشيك في ايدي اصل الشيك واقطعه او اشطب على التوقيع بتاعي، او اخد منه مخالصه ومكتوب فيها ان انا تخلصت وقمت بسداد الشيك رقم كذا. تمام. اللي مكتوب في رقم جميع البيانات المكتوبه او المدونه داخل الشيك رقم كذا، المسحوب على بنك كذا، فرع كذا، بمبلغ كذا لصالح فلان، تم التخلص والسداد. تمام. عشان نقفلها زي ما بيقولوا ايه، نقفلها صح تبقى مظبوط. انما يقول له خلاص انا راجل عيب وكلمه. طيب. شرف والكلمه دي لا، يعني ما انصحش حد. طيب. يمشي ورا الكلام. تاني تليفوني اتفضل. الو. ايوه يا فندم. اهلا بيك، اتفضل. اهلا يا فندم، بس بسال حضرتك
طليق بنتي، شاكي بنتي، وصل عمالة مدور. تمام. عن طريق الأسيمة. وصل أمانة ولا أسيمة؟ ولا شيء. نعم. وصل أمانة ولا أسيمة؟ وصل أمانة، وصل أمانة. تمام. فإيه يعني إيه الوضع في كده؟ إيه؟ وصل أمانة بكام؟ ب 65,000. هي ماضية عليه ولا مش ماضية؟ لا ما مضتش. ما مضتش. بنشكرك، هيجاوب على حضرتك الدكتور محمد. اتفضل يا دكتور. طبعا اول كلمه على طول بيحضرها من اول جلسه بطعن بالتزوير صلبا وتوقيعا، عشان ما فيش توقيع. صلبا وتوقيعا. تمام. يعني هي لملته بايدها الصلب ولا وقعت عليه. تمام. فبطعن بالتزوير صلبا وتوقيعا. والمحكمه بتحيل الايصال الامانه للطب الشرعي. وبيجي يستكتب. طب ما جاش. ايوه. ده نقول يعتبر يحسب ضده هرب. وكده تحسب اليه. طب لو حب يسدد. دي حاجه تانية. السداد. اللي انا عليا ايصال امانه او شيك وجيت وطلبت اجل السداد. طلبت اجل السداد، ده المحكمه بتديني اجل السداد. طب طلبت اجل السداد وجيت طعنت في التزوير بعد كده. ايوه. حقك. تمام. حقك. جميل. لان في حته عمليه يقول لك ايه، ما ينفعش بعد ما انت طلبت اجل السداد تطعن بالتزوير. لا عادي. حقك. تمام. فبالنسبه للاخ ده، او قولا واحدا على طول من اول جلسه بطعن بالتزوير صلبا وتوقيعا. تمام. ناهيك عن الحته الثانيه اللي احنا قلنا لسه ورجعها، اللي هي رجعنا وفيها وقلنا انتفاء ركن التسليم. وان ده انتفاء ركن التسليم. فده برضو مجالها وكلامها. ده حتى لو التوقيع سليم. تمام. لان ممكن ساعات الازواج برضو بيمضي الست بتاعته على كتير حالات كتيره جدا. بيمضيها وبالذات على اقرار هي استلمت منقولاتها وي 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 الورقه دي اللي بيتم. طيب عايزين نعرف برضو كيفيه تنفيذ الحكم الصادر الخاص بايصالات الامانه. تنفيذ الحكم في اي جنحه هو كله حكمها واحد، جنحه. تمام. كلها جنح. ضرب، ايصال امانه، شيك، سرقه. كل ده الجنح. الحكم مجرد صدوره وبعد فوات موعد الطعن عليه سواء العشر ايام بالمعارضه او بالاستئناف، هذا الحكم واجب النفاذ ويتعين على الشرطه اللي هو عن طريق الاسم ومتمثله في الاسم اللي مقيم فيه المتهم ان تقوم بتنفيذ هذا الحكم. تمام. ويروح يجيبوا الراجل. اذا كان الحكم حضوري، اذا كان في استئناف. تمام. بيعمل في استئناف. تمام. اذا كان غيابي بيعمل في معارضه. طب الحكم بقى نهائي. نيجي لحكم خاص. انت حضرتك اشكرك ان انت خدتنا فيها. حكم خاص يملك الشخص ان هو يتنازل عن العقوبه. احنا دلوقتي عندنا عقوبه، حكم نهائي بينفذ عقوبه، الشخص عليه عقوبه وبيتم التنازل قدام النيابه. بطلب يقدم الى المحامي العام، بيصدر قرار من سياده المحامي العام بوقف تنفيذ العقوبه بالتصالح. تمام. وقف تنفيذ العقوبه. فده تنفيذ اذا تم التنفيذ للحكم. طيب عايزين نعرف ايه هي انواع التوكيلات، وهل يجوز التوكيل بالشيك ولا لا؟ لا يجوز بداية توكيل في التوقيع على الشيك. تمام. اوكي. لازم يعني صاحب الحساب نفسه بشخصه اللي وقع، بس لكن عن توكيل طريق لا. يعني ما ينفعش ان انا اوكل سيادتك بتوكيل في الشيك. دي بتتم امتى؟ لو انا فاتح الحساب مشترك ويكون ليك توقيع، او شركات مثلا، او شركات، او شركه مثلا. ما انا بقول لحضرتك ان مدير المالي الحساب وده الشيك، الدفتر الشيكات باسم الشركه. او وده الممثل القانوني اللي ليه حق التوقيع. إيه؟ او في الغالب بيكون المدير المالي ورئيس مجلس الاداره وتوقيعات مشتركه. يبقى الحسابات الشخصيه اللي فيها شيكات او دفاتر شيكات لا يصح لها ايه توكيل. تمام. وتاني حاجه، حته عمليه برضك، لازم يكون التوقيع اصل. في حاجات كده الناس وقابلناها في الحياه العمليه، اتنصح ويسحب التوقيع سكانر. تمام. يسحب التوقيع سكانر. ده كده صوره ولا اعتد بيه. طيب معانا اتصال تليفوني. اتفضل. اتفضلي ام هاجر. الو. الو. اي يا فندم، تحت امرك. انا معايا، انا مطبوع عليها سندريلا. وظبط ممكن تعيدي بس كلامك يا فندم، بتقول ايه؟ انا مطبوع عليها سندريلا. مرفوع عليها كمبياله. كمبياله. اوكي. كمبياله ولا ايصال امانه؟ طعنت بالتزوير وطلعت حكم مخلوقه.
كمبيالة ولا ايصال؟ كمبيالة. كمبيالة. تمام. اتحكم عليك بقد ايه؟ لا ارجلك ما فيهاش حكم. ما فيهاش حكم. ما فيهاش حكم جنائي. الكمبيالة ورقة تجارية الزام بسداد. طيب. اتفضلي يا فندم كملي. انت تاجر؟ معاك السجل التجاري؟ انا معيش اي حاجة. طب اتفضلي، ماضي على كمبيالات؟ لا مش ماضي. امال؟ مزورة. مزورة تمام. وطعنت بتزويج. ايوه. وطلعت مطموسة. طلعت مظبوطة؟ مطموسة. مطموسة اه. ايوه. هتاخد رفض الدعوة. ما خدتش رفض، رفض دعوتي انا؟ لا رفض دعوتي انا وغرموني 2000 جنيه دعوتي. يعني في خطأ، في حاجة خطأ النهاردة. التوقيع بتقولي التوقيع مطموس. مدور خالص فيها ما موقعش. مطموس توقيع. فبالتالي الكمبيالة غير صحيحة. هي الكمبيالة كانت بكام؟ البصمة ب 200,000. ب 200,000؟ تمام. تمام. طيب بنشكرك يا ام هاجر. الدكتور هيتولى ايه الاجابه؟ بس اوضح، اشكر ام هاجر على انها خدتنا في حته الكمبياله. الكمبياله غير ايصال الامانه غير الشيك، دي اسمها ورقه تجاريه. تمام. ما فيهاش حبس، ودي بالنسبه للتجار. دي كمبياله تستحق الدفع للتجار؟ لا، برضو اذا كانت مزوره يتم الطعن عليها. بس انا مش فاهم من الست ام هاجر، يعني اذا كان الطب الشرعي قال لك التوقيع مطموس، معناها كده ما تحققش من صحه الورقه. ادها لي 2000 جنيه مش عارف. يعني في المعلومه مش واضحه وكامله. بس في بالنسبه للكمبياله، الكمبياله دي ورقه تجاريه. بكل التاجر اذا امتنع عن سداد الكمبياله في تاريخ استحقاقها بيتم شهر افلاسه. تمام. شهر الافلاس هنا بالنسبه للتاجر زي بيقوم زي حكم الحبس بالنسبه للشخص. تمام. المدني. فدي ورقه تجاريه ما فيهاش حبس، ولكن فيها الزامها باداء المبلغ اللي عليها في الكمبياله بالاضافه الى التعويض. تمام. طيب نرجع تاني لموضوع الشيكات وموضوع الحلقه النهارده. الشيكات والايصالات هل ليها نسخ؟ يعني مثلا يبقى عندنا شيك بنفس القيمه بنفس البيانات وليه نسخه، نفس الحكايه ايصال امانه. يعني ما ينفعش يبقى اللي هي ورق واحده بس. يبقى لا ايه، لا يصح. لا يصح نهائي. ما ينفعش. تمام. لان لازم اولا شيك كلمه شيك ورقه صادره من البنك انت هتصورها. ما ينفعش. لا مش عندي صوره، هي مثلا عندك الاصل اهو. تمام. ومعاك اصل تاني زيه. ما ينفعش. الشيك ورقه واحده زي برقم معين. يعني انا دفتر واخد مثلا دفتر شيكات فيه 10 شيكات. يبقى دي وسيله للنصب. يعني وسيله للنصب تماما. وسيله للنصب. ما ينفعش شيك برقم واحد يبقى مكرر. ما ينفعش. ما ينفعش شيك بنفس الرقم مسحوب على كذا وباسمين شخصين مختلفين. تمام. لازم الشيك واحد. تمام. بمبلغ واحد برقم واحد، والا تبقى الشيك مش مظبوط. طيب هل هناك تشابه في محل الالتزام بجريمة إيصال الأمانة والشيك في نفس الوقت؟ ده الالتزام واحد. ده التزام بأداء مبلغ وده التزام بأداء مبلغ. ولكن زي ما احنا قلنا الالتزام في إيصال الأمانة يمكن الرد عليه بردود كتيرة. اللي زي ما احنا قلنا انتفاء ركن التسليم. ان دي علاقه مدنيه ندفع بمدنيه النزاع او علاقه مدنيه. انما الشيك ما فيهوش مطاعن كتير زي ما احنا قلنا. ان الشيك ده بياخدنا برضك لناحيه الشيك لحامله. الشيك انا موقع اكتب الشيك لحامله ولشخص محدد صحيح. بس مشكله الشيك لحامله دي لها مشكلة في الواقع العملي. إذا فوق ضاع الشيك. طيب نستأذنك في معانا صابر على التليفون. ألو. السلام عليكم. وعليك السلام، أهلا بيك أستاذ صابر، اتفضل. الله يبارك لك باشا. أنا عندي مشكلة حضرتك. أنا فاتح قهوة في مساجد شيرتون. ماشي. اتفضل. جالي رئيس شرطة المرافق يوم 24/8 أخذ مني البطاقة و30 كرسي. فوجئت لقيت يوم 30/12 جاي لي حكم ب 50,000 جنيه كسر حظر. طب فين مكان حضرتك انت؟ موقع حضرتك فين؟ في
في مساكن شيراتون في مصر للتعمير. طيب يا فندم احنا هنتواصل معاك ان شاء الله بعد الحلقه وهنقول لحضرتك تعمل ايه. بنشكر حضرتك يا استاذ صابر. دي بالنسبه للمحلات التجاريه اللي بتخالف مواعيد الحظر العقوبه بتوصل 50,000 جنيه. تمام يبقى اسمع كده يا استاذ صابر. ده بالنسبه للعقوبه. الحاجات الثانيه اللي هو بيروح يعني مع الجهاز او الحي اللي تابع ليه ويسترد الايه ال 30 كرسي بتوعه. لكن دي عقوبه قصر الحظر بالنسبه للمحلات التجاريه زي بالنسبه كان ساعتها للافراد 4000 جنيه. طيب. اللي هو كسر الحظر بالنسبة للأفراد. طيب بنشكر حضرتك طبعا الحديث كبير جدا وشيق مع حضرتك. خلص بكده نكون مشاهدينا ووصلنا لنهاية حلقتنا. انتظرونا إن شاء الله في الأسبوع القادم وهيكون معكم إن شاء الله الأستاذ محمد ناجي. وإلى اللقاء وبرنامجكم مصر الآن. وإلى اللقاء.